كما شافوا الاخوان البارح كانت واحد الوقفه احتجاجي سلميه البارح، والناس هضرت تطالب الحق ديالها وفاش تتناضل على الحق ديالها وكيهضروا بالقوانين ديالهم اللي عندهم اتفاقيه قانونيه على حساب الدوار باش الناس ياخذوا البقع ديالهم. كما كتشوفوا مورايا مول الناس معنا في دوار واحد، في الشطر الاول والشطر الثاني الناس خذوا بقع وهادو مازال هادو دابا ما فهمتش الناس كيديروا اللي فوق. الله طلع شي الفوق تشوف واحد الحاله الناس كتبكي وحوايج كيلوحهم ليهم الفوق. وقفنا درنا وقفه احتجاجيه سلميه، هضرنا على حقنا داكشي سلمي، ملي سالينا عطينا التحيه للدرك الملكي والتحيه للقوات المساعده، طلعنا بحالنا للديور ديالنا، وصلنا ما كاين والو كلشي مشى بحالو كساكينه. وحتى كنتفاجئوا بالقواشة طالعين لينا طالعين الدوار هنا كيراجبوا في الناس كيضربوا فيهم وكيدخلوا عليهم حتى للديور. ما عرفناش على هادشي علاش، ما فهمناش ناضوا. وكاين شي اخبار كتروش يقولوا بالله الدراري اللي كانوا كيضربوا بالحجر البارح ماشي من الدوار، خلصوهم بالفلوس وعطاهم باش يضربوا بالحجر باش يلصقوا المشكل في الدراري ديال الدوار. حنا كساكنه حنا سلميين، حنا ما كنهضروا على حقنا كساكنه. شو واحد ما كيدير العنف الله يرحم الوالدين هادشي اللي كاين، اما باش ينسبوا لنا حنا ارهابيين ولا شي حاجه هادشي ما كاينش. حنا كنطالبوا بحقنا ماشي حاجه اخرى ما كايناش، واش طلبات ديالنا يفعلوا لنا اتفاقيه اللي كاينه قانونيه مسنين فيها اطراف خمسه الاطراف اللي معروف العمران والعماله والاسكان وهادشي كامل راه معروف. راه عندنا وثائق وعندنا اجوبه من الاسكان وعندنا اجوبه من العمران كيقولوا زعما هذا المشروع خاصو ضروري ملزم على الناس اللي مسنين في اتفاقيه ملزم عليها تكمل هذا المشروع ولكن هاد الناس هادو ما فهمناش شنو واقع. راه طلعوا دابا الفوق راه خويا راه كارثه عظمى قسما بالله، لا كيهزوا الحوايج كيلوحهم العباد لبرا. لا خويا ماشي حنا اللي ضربناهم، هما اللي بداوا جاو هضروا معانا قال لك اجي اخويا غيجيو عندنا 10 الناس منكم، الناس ديال الجمعيه يجيو عندنا 10 نهضروا عندهم الناس ديال الجمعيه ديال الدوار عيالات وكل شيء. قالوا لهم حنا ما نجيوش عندكم، جيشوا عندنا حتى انتم عاودوا جيو عندنا ما نمشيوش عندكم. مشاو تشاوروا مع بعضياتهم شم جايين لا جودان ديال لابي جي والمسائل جايين جدارميه تبعونا حنايا طلعنا الفوق قال لك جيو عندنا، ما قلنا لي ما نجيوش. شويه جابوا الباشا، هي فاش طلع الباشا وطالعين هما موراه يعني معولين عليه بحال داخلين شي شيران ولا شي حاجه فيها التخريب. شبكاش الدراري بلا بدا اصحاب الحجر شكون اللي بدا الحجر؟ راه القاصرين قد هذا وقد هذا والناس مالدي ملي انت كتشوف كلشي كينزل بالحجر وباك وراك وباك وحداك وما جايين تابعينه من غير شدوا غيبداو يعفطوا عليه ما تضربش بالحجر. قال لك العين بالعين والسن بالعين، ضربني العينين ضربوا العين وضربني الفمين ضربوا في الفم، كاينه في القران. واخا انت مخزن، انت مخزن راه باش تحميني باش تعطيني القوانين ديالي. البارح اسيدي ضربنا معاكم تبعناكم تبعتونا ضربتونا، لكن احنا البارح سلخناكم احنا هاد الايام باغينهم يقتلونا. لكانوا غايدونا يحشرونا تما قتلونا اخويا. خويا احنا الشطر الثاني في المحيجر، دوار محيجر، دوار جديد. ساكنين 40 سنة هنا في هاد الدوار هذا. ولادنا ولدناهم هنا وزوجناهم هنا، والنهار الاخر جات عندنا الاحصاء في 2004 واتفاقية دازت 2005 باش اتفاقية دازت ديال دوار محيجر. احنا الشطر الثاني اشنو اللي كان خاصنا؟ شنو اللي كان خاصنا؟ عندنا 430 بقعة ساكنين فوق منها دابا. 430 ساكنين فوق منها. خاصنا 260 بقعة اللي باقا خاصة. كل عام كنتسناهم. هاد العام غادي نشري لكم بلاد، العام الجاي غندبركم على البلاد. والعمران، العمران عدى 4 مليار و700 مليون اللي حاطها على حساب الدوار محيجر عندها دابا. ملي مشينا عندها قالت لك فلوس كاينين عندي ها هما، ولكن خاص تجيب لكم معاكم الارض. مشينا عند وزاره الاسكان قالت لك عندكم الحق، اي بلاصه جميع الابواب اللي دقيناهم كل باب كيقولنا عندكم الحق. وصلنا حتى للعماله وحبسنا ولكن كيقولنا ما عندكش الحق، عندك العماله والسلطه المحليه التكرفيس والعذاب الاخ والعصاق والشتم